منسوبا لدخول مركب إنتاج سيارات فيات الجزائري الإيطالي في منطقة طفراوي بوهران، إذا تحسبا لدخول هذا المركب في العملية الإنتاجية ابتداء من الثلاثي الأول من سنة 2024، قررت شركة توسيالي الدخول في إنتاج الحديد المخصص للسيارات، إذن لتكون فيه يعني مناولة مهمة جدا في إنتاج السيارات، وسوف يعزز من نسبة الإدماج لسيارة فيات في الجزائر. وللعلم أنه هذا المركب تاع فيات لإنتاج السيارات سوف ينتج في المستقبل يعني حوالي 90,000 سيارة في السنة، وكذلك سوف يعني ينوع الماركات نتاع السيارات. وإحنا كما نعرف أن في شركة فيات هي جزء من مجمع ستيلانيس، هذا المجمع اللي فيه عدة ماركات منها أوبل وماركات أخرى للسيارات معروفة عالميا. إذن كل هذه الماركات سوف تنتج في المستقبل في بضع سنوات المستقبلية، وكذلك في شراكة جزائرية بين توسيالي وإيطاليا، إذن للمشاركة في هذا المشروع المتكامل لإنتاج السيارات في الجزائر. نترككم تتابعون هذه التوسعة نتاع مصنع توسيالي لإنتاج الحديد المسطح اللي سوف يستعمل في صناعة السيارات في الجزائر، والسلام عليكم.